السلام عليكم، مرحبا بكم متابعي قناتي، متابعي قناة سمري فلوج. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. الكثير من الأشخاص يبحثون عن مواقع للتعرف على الأجانب والأجنبية والعرب، وتكون هذه المواقع مجانية، ترسل رسائل مجانا كما ترون الآن. أقوم بإرسال الرسائل بالمجان وأتواصل مع الأشخاص في هذا الموقع الجميل المجاني. إذا كنت عزيزي عزيزتي من الأشخاص المهتمين في هذا الموقع في هذه المواقع، كل ما عليك فعله هو الاشتراك في قناتنا وتابع هذا الفيديو إلى الآخر. إذا السلام عليكم، كما قلت لكم إخوتي، هذا الموقع اسمه دياموندا كما ترون. الموقع مجاني 100%، يمكنكم من هنا اختيار الدورة، اختيار المكان والمدة البعيدة منك، ثم بعد ذلك تبدأ في واستعمال الموقع المجاني. كما ترون هنا أشخاص يبحثون عن شباب وفتيات، يبحثون كذلك عن أشخاص للتعارف والزواج. مثل هذه الفتاة أجنبية وهي تبحث يعني عن شاب في عمرها 26 سنة، وهناك الكثير والكثير، كذلك يوجد عرب في الموقع. أما بالنسبة إلى رابط الموقع إخوتي، سوف تجدونه في أسفل الفيديو في الوصف الخاص بالفيديو. كل ما عليك فعله والضغط على الرابط وسوف يأخذك إلى الموقع. إذا دعونا نبدأ في شرح لكم هذا الموقع الجميل. كل ما تحتاجه أخي هو رابط الموقع. بعد دخولك إلى الموقع تحتاج إلى إيميل، هنا ستختار هل أنت فتاة أم شاب، وهنا ثم تضغط على جوينير ناو، ثم تذهب وتأتي بإيميل خاص بك. استعمل إيميلك في جيميل، هنا تضع مكانك. على سبيل المثال أنا سأضع المغرب ومدينتي هي وجدة، ثم نكس. هنا تختار تاريخ ميلادك، تختار يوزر نيم، ثم تضع باسورد، ثم هنا تضع الإيميل الخاص بك، ثم تعيد كتابة الإيميل هنا، ثم تختار جنسك، ثم تقوم بعمل working، ثم تعود إلى الإيميل، ثم تقوم بتفعيل الموقع. ستصلك الرسالة هنا، رسالة التفعيل كما ترون. إن لم تصلك بعد نقوم بعمل actualize حتى نرى. بعد أن تصلنا رسالة دياموندوس نقوم بتفعيل الموقع. بعد تفعيل الموقع سوف تبدأ تظهر لك الأشخاص هنا. على سبيل المثال هنا سأضع 8000 كيلومتر، ومن هنا سأبدأ بعمل سيرش حتى أرى. إذن وكما ترون إخوتي معه، اقترح لي أشخاص آخرين كما ترون. إذن إخوتي رابط الموقع كما قلت لكم موجود في أسفل الفيديو. انتظرونا في درس قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.